السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غادي نقدم لكم خفيف ظريف بسيط، واحد الوصفه اللي هي سهله وكتوجد في رمشه عين. بسم الله نبداو المقادير. عندنا هنا فريت قطعناه على هذا الشكل، تقريبا على قد هذا الشكل. اللي بغى يديرها مسلوقه يديرها مسلوقه ولا مقليه كتجي مزيانه. عندنا 6 ديال البيضات، عندنا هنا فرماج ديال الساندويتش، عندنا هنا شويه الزيتون مقطع، هنا داند فيمي اللي ما كيتوفرش عليه يدير كاشير، وعندنا شويه الربع، هنا عندنا شويه الكمون، شويه مليحه وشويه البزار. بسم الله نبداو. اول حاجه غادي نطربوا البيض شويه بالطراب الكهربائي او باليدوي. بسم الله. البيض كل واحد الاستطاعة ديالو. صافي ونطلعوا بالطراب. بعد ما طربناه حيدو، غادي نزيدو عليه الزيت ومقطع الربع، انا ما غاديش نديرو كامل، ومليحة كامون وزهر. ونحركوه كيجي على هذا الشكل. صافي وندوزو نديرو المقلة تسخن، ندير فيها شويه الزيت ونديرها تسخن. بعد ما درنا المقلة تسخن نزيدو الفريت الكمية اللي بغيتو. صافي نحركوه، ملي تسخن لينا المقلة غنوريكم الطريقة كيفاش ديرو. هاي المقلة سخنات، نجيبو هاد الخليط تقريبا نخوي واحد شوية منه ماشي كلو. صافي نسرحو، نقصو البوطة هادا كنسرحو، نجيبو هاد الدند فيمي نديرو هنا، ندير عليه فرماج حمر، فرماج ديال الساندويتش، ومع الليكاس ما كيبغي كاع غير، صافي. ملي كملنا الفرماج ولا داند فيمي نحاولو نغطيو بهادشي اللي بقى. نغطيو كامل، العافية تكون مهيلة. نحاول نقادو، صافي ونغطيو شي حاجة، العافية مهيلة تيشد فراسو. أنا غطيتها بهاد القفالة ديال الطاجين،
هي لاحظتوا هي راه طابت من التحت، غنجيبو طبسيل باش نقلبوها. شوفو نتوما اي حاجه باش تقلبوها، انا نحاول نقلبها بعد الطبسيل ونرجع معاكم. ها هي من بعد ما درنا شويه الزيت عاوتاني ونحاولوا نديرو على الوجه الاخر، نقوم بشويه باش بشويه مت بحال هكا. نحاولو تقادوها صافي، ونخليوها عاوتاني تعاود طيب للجافة العافية مهيلة باش طيب لكم من الداخل باش يذوب داك الفرماج. هاهي عاود تقلبتها حيت بانت لي باقا متحمراتش من الجهة الأخرى، عاود تقلبتها عاوتاني المرة الأخرى. وهاهي بعد ما طابت راها كتجي رائعة. اللي بغى يديرها في المقلة يديرها، اللي بغى يديرها في المقلة اللي كيقليها من أحسن المقلة اللي كتقليو فيها الفريت، حيدو منها الزيت ومتغسلوهاش، خليوها هكاك وديروها فيها أو ديروها في الفران. هانتوما شوفو كيفاش كتجي من الداخل، كتجي رائعة وغزالة، كيجيو في هادوك الطبقات ديال الفرماج حمر وديال داند فيمي.